كبدات ازر في اللون كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن ما يرام. اليوم جيت نتقاسم معكم بالنسبه للناس اللي عندهم بزاف المايات والزيت في الدار والبيبان وداك التخابيق كامل راكم وعندهم الدايسر راكم عارفين اللي كيوسخوا وكيخليو لك الحاجه من الكا ما شاء الله عليهم. المهم انا الطريقه ديالي واللي بغيت ننصحكم بها هي هاد لاسبيراتور ديال لي فيتر، لا زوينه وزعما كاين عمليه وسريعه غتفيدكم اكثر ما زعما اكثر ما كتصوروا. كاينه هذه انا عندي فيليدا معاك تاخذها كلشي لا غام كامله من التلفاف والسطل وداك التخربيق ديالو. خاصكم غير ما ديال الزيت كيما بغا يكون زعما النوع ديالو وواحد لافيت هكا ديال كيما بغا تكون تليفون وهذا ولي بونج هادو. انا هادو هما اللي زعما كاين اللي كيفكوني دغيا الفيديو. نتمنى يكون خفيف وضيف على قلوبكم ونتمنى زعما كاين هذا البارطاج ينفعكم. بسلامه تهلاو لي فراسكم ما تنساوش لايك وكومونتير وتابوناو الى مازال ما تابونيتيو.